الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد بن عبد الله النبي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. العلماء الأجلاء، الأساتذة الأفاضل، السادة الحضور، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في فعاليات اليوم العالمي للغة العربية في 18 من ديسمبر من كل عام، التي يشرف عليها أقسام اللغة العربية بكليتي الآداب واللغات بجامعة طرابلس. نرحب بكم من جديد، وخير ما نفتتح به هذا اللقاء الكريم آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ محمد الأبيض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يحار الإنسان في تسجيل كلمات الشكر، لأن الجميل كما يأسر الفؤاد يأسر اللسان ويحبس المداد، وتزدحم في الذاكرة تلك الأيادي الخيرة التي امتدت بالعطاء والسخاء. الكلمة الترحيبية من اللجنة التحضيرية للاحتفالية يلقيها الدكتور محمد البحباح، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. السيد سعادة وزير التعليم العالي، السيد سعادة وزير التربية والتعليم، السيد رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، السيد رئيس الجامعة، السادة عمداء الكليات، السادة رؤساء أقسام اللغة العربية بمختلف مشاربهم، السادة أعضاء هيئة التدريس، يا ضيوف الضاد، يا طلاب اللغة العربية ومحبيها، ضيوفنا الأكارم، قنواتنا الفضائية الإعلامية، للجميع وبالجميع أستسمحكم استسماحا. وقبل أن أستسمحكم أستسمحكم استسماحا آخر. أما الاستسماح الأول فإني أنشر فيه عليكم تحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الاستسماح الثاني فالشكر موصول كل بمقامه لمن حضر معنا وشاركنا في هذا الاحتفال. ها هي الأيام تتوالى، وجامعة طرابلس ومن يشاركها في احتفالاتها من خارجها ومن داخلها تقيم هذا الاحتفال، اليوم العالمي للغة العربية. هذا الاحتفال ليس أول احتفال نقيمه في هذه الجامعة، فالشكر موصول لجامعتنا رئيسا وعمداء ووكلاء وطلابا وأساتذة، فلهم جميعا التحية والتقدير، لأنهم دائما كانوا ويكونون وسيكونون معنا بإذن الله في احتفالاتنا. ولا ننسى الكثير من الجهات التي كانت معنا في هذا الاحتفال، وعلى رأسها اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم،
ومجمع اللغة العربية وقنواتنا الفضائية معنا أيضا. السادة الكرام، الضيوف الكرام، نعم نحتفل وكلنا حب للغة العربية وأهلها، نجتمع في حب لغة القرآن الكريم. إنها لساعات تاريخية وتأريخية في هذا اليوم المبارك، ونحن نجتمع مع أساتذة أجلاء. ساعات تاريخية ونحن نستمع أو سنستمع لكلماتهم، ساعات تاريخية ونحن نكرم شخصية العام لهذه السنة 2015. فقد كرمت الجامعة، جامعة طرابلس، في السنوات الماضية شخصية العام في مجال اللغة العربية وأدابها، وقد اختص هذا التكريم في هذا اليوم، في اليوم العالمي للغة العربية. كرمنا ولا يستحق تكريمنا، بل هو أكبر من التكريم، لأنه من ورثة الأنبياء فهو من العلماء، الدكتور المفضال محمد جبران. كذلك كرمنا الدكتور المفضال، وهو أكبر من التكريم لأنه من ورثة الأنبياء أيضا، الدكتور المفضال محمد الأسود. وتشرفنا بالدراسة على أيديهم، فتعلمنا منهم الكثير والكثير. نعم، وسيكون لهذه السنة تكريم خاص أيضا لأستاذي الذي درست عليه، وأستاذ الكثيرين منا، وزملاء الكثير منا ممن يجلس هنا في هذا العام، الأستاذ المفضال المربي العلم العلامة الأستاذ علي الهادي شونة. وهذا التكريم في مجال اللغة العربية وأدابها، إنها لساعات تاريخية أيها السادة الكرام، ونحن نفتح مساحة للغة العربية والعلوم في هذه السنة، لأن منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت أن يكون هذا العام عنوان هذا الاحتفالية اللغة العربية والعلوم. إنها لساعات تاريخية، ونحن نفتح واحة الشعر في مجال وحب اللغة العربية، ويترأس تلك الجلسة الطيبة المباركة أستاذنا الفاضل الدكتور عبد المور البغدادي. إنها لساعات تاريخية، ونحن نجتمع مع طلابنا لنكرم الأوائل في كليتي الآداب واللغات من المتفوقين والمتميزين والمبرزين في قسميها أو في قسميهما. نعم أيها السادة الكرام، الكلام كثير ولكن الوقت قصير، فخير ما نقول إننا من محبي اللغة العربية نتشرف مرة أخرى بحضوركم وتكريمكم وتشريفكم لهذه الاحتفالية، فالشكر موصول للجميع، كل بمقامه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة للذين يشتغلون بصمت بلا كلل ولا ملل، كلمة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور المدني دخيل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد النبي الصادق الأمين، السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد وزير التربية والتعليم، السيد رئيس اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم، السادة وكلاء الجامعة، السادة عمداء الكليات، أساتذتنا الأفاضل أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة، أبنائي وبناتي الطلبة، أحييكم جميعاً في هذا اليوم المبارك الذي نلتقي فيه معاً لنحيي اليوم العالمي للغة العربية حسب إعلان منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة، والذي صادف الأمس 18 من ديسمبر من كل عام. ما من أمة نهضت ولا حضارة شيدت إلا وكان العلم والمعرفة سبيلاً وطريقاً، ولغة الأمة هي الحاضن والوسيلة والرافد لكل ذلك. فاللغة هي الهوية والانتماء، وما من أمة فرطت في لغتها إلا وكان الانحطاط والاندثار مآلها. والتاريخ مليء بالتجارب والعبر،
فعندما كانت الأمة العربية الإسلامية تتصدر الحضارات وتبسط سطوتها على الساحة العالمية، كانت اللغة العربية تحتل الصدارة والريادة بين لغات العالم. واليوم نرى ما تعانيه أمتنا من تشردم وتفكك بسبب التفريط في هذه اللغة. أيها الجمع الكريم المتتبع للأحداث اليوم على الساحة الدولية عامة والعربية خاصة، لا يجد صعوبة في الاستنتاج بأننا دخلنا فعلا في حرب أو صراع الحضارات الذي خطط له بإحكام منذ عقود مضت. مبتغى هذا الصراع سلب هوية الشعوب وقيمها وأخلاقها ودياناتها من أجل أن تدوب الهوية وينعدم الانتماء وتتفسخ الأخلاق وتتفكك المجتمعات. وعالمنا العربي الإسلامي أول من يدفع الثمن لأسباب لا تخفى علينا جميعا. إن اللغة العربية وبكل أسف ستكون أولى الضحايا لكل ذلك إذا لم تتخذ التدابير وتوضع الاستراتيجيات وتسخر الإمكانيات لإيقاف ذلك. اللغة العربية لغة القرآن الكريم والحاضنة له لهي جديرة بالرعاية والحماية، ولكن السؤال الذي علينا طرحه هو: هل من إجراءات عملية فعلية اتخذت لحماية اللغة والهوية؟ فالحرب على الإسلام حرب على اللغة العربية، وتشويه الإسلام تشويه للغة العربية وللإنسان العربي. لا زالت مناهجنا للغة العربية تقليدية مملة بعيدة عن التحديث والتشويق والولوج بها في العلوم الحديثة، يستلزم جهداً وعملاً مضنياً من خلال أن نجعل آليات ووسائل تدريس اللغة العربية تتماشى مع تقنيات العصر. أليس من المعيب أن نجد مراسلات رسمية داخل مؤسسة كجامعة طرابلس موبوءة بالأخطاء اللغوية البسيطة، وإن بعض الخريجين لا يستطيعون كتابة سطور محدودة دون أخطاء لغوية؟ هذه مسؤولية يتحملها الجميع دون استثناء، وأولهم كليات اللغات والتربية والآداب وأساتذتها، فعليهم مسؤولية المبادرة لوقف ذلك. أيها السيدات والسادة، الحضور الكريم، التحديات جسام والمسؤوليات عظام، ولكن إذا كانت هناك إرادة وإيمان بالقضية فلا بد أن يكون هناك مخرج مما نحن فيه. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع الحضور وللجنة المنظمة لهذا الحفل، وأدعو أن تكون هناك مبادرات سواء كانت فردية أو جماعية للعمل على حماية اللغة ورعايتها. أدعو الله أن يعم الأمن والأمان وطننا الحبيب، وأن يبدل عسره يسرا وشره خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور المدني. سعادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة بالمناسبة الدكتور صالح سليم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صفوة خلقه وأشرف رسله سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي السيد وزير التربية والتعليم السيد الدكتور رئيس جامعة طرابلس، السيد رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الزملاء الكرام أعضاء هيئة التدريس، السادة وكلاء الجامعة وعملاء الكليات ورؤساء الأقسام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يسعني في البداية إلا أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى جامعة طرابلس لإحيائها لهذا اليوم من جهة، ولدعوتي لحضور هذه الاحتفالية. فللقائمين على هذه الاحتفالية من أقسام علمية وكليات وجامعة كل التجلة والتقدير. أيها الحفل الكريم،
جميل أن نحتفل بيوم خصص أو نخصص يوما للغة العربية من كل عام نحتفل فيه باللغة العربية، وهو لا شك يحمل دلالات إيحائية قد يكون من أبرزها تنبيه أبناء هذه الأمة إلى أن لهم لغة قومية عليهم أن يهتموا بها وأن يحسنوا العناية بها حتى تتمكن من مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في هذا العصر باعتبارها الوسيلة التي يعبر بها أو التي يعبرون بها عن أغراضهم ويظهرون بها مكنون أفكارهم ومخترعاتهم، وهي الدلالة الأبرز التي يحملها الاحتفال بهذا اليوم. فهل أدركنا نحن وغيرنا ممن يحيون هذا اليوم هذا الأمر؟ فإن كانت الإجابة بنعم، فما الذي فعلناه على طريق الاهتمام بالعربية وحسن العناية بها؟ هل حسنا من مناهجها؟ هل حسنا في طرائق تدريسها؟ هل غرسنا حبها في قلوب ناشئتنا وفي قلوب أبنائنا وفي قلوب من يعيشون معنا في هذه البلاد؟ والإجابة واضحة ولا أريد إجابة على هذا السؤال، كلنا يعرف إن كان حصل هذا أو لم يحدث. إننا نجد في جامعاتنا من لا يخفي احتقاره للغة العربية، وبخاصة من أعضاء هيئة التدريس في بعض الكليات، يعني لا يخفون امتعاضهم من اللغة العربية ولا يخفون احتقارهم لها، وإذا سألتهم عن ذلك يقولون نحن أن هذه اللغة هي أو أن اللغة العربية لم تستطع أن تقدم شيئا للحضارة الإنسانية، متناسين أن العالم في فترة من الفترات كانت لغة العلم فيه هي اللغة العربية. فما الذي جعل اللغة العربية تتراجع إلى الخلف؟ هل اللغة العربية هي التي تراجعت، أم أن الذين ينطقون بها هم الذين تراجعوا إلى الخلف؟ إنه إسقاط. يعني كثير منا يحاول أن يقلل من شأن اللغة العربية ويحط من قدرها، وهو في الحقيقة حط من قدر نفسه، لأن الذي يؤخر اللغة والذي يرتقي باللغة هم أهلها. فما الذي جعل اللغة الإنجليزية مثلا تصل هذه الدرجة من التقدم والرقي والانتشار؟ هل اللغة الإنجليزية فرضت نفسها من دون أن يفرضها أهلها، أو أن أهلها هم الذين فرضوها؟ لا شك أن أهل اللغة الإنجليزية هم الذين فرضوها. ثم من يزعم أن اللغة لا تستطيع أن تواكب الحضارة، فعليه أن يرجع أن ينظر في اللغة الكورية واللغة اليابانية واللغة الصينية. ما اللغات المعتمدة في هذه الدول؟ هل هي اللغة الإنجليزية؟ هل اللغة الإنجليزية تدرس الآن بها العلوم في الجامعات الكورية أو الجامعات اليابانية أو غيرها من الجامعات التي الآن تشهد تطوراً؟ أن اللغة الكورية هي التي تدرس بها العلوم، وهي التي تنشر بها المخترعات، واللغة اليابانية كذلك، واللغة الصينية كذلك. إذن العيب في من؟ العيب ليس في اللغة، العيب في أهل اللغة. نحن تخلفنا، نحن تراجعنا إلى الوراء، نحن تقهقرنا، نحن وصلنا إلى الدرجات التي لا نستحي أن نقول أننا وصلنا إليها، وهي درجات من الانحطاط. وزدنا على ذلك انحطاطا أكبر، وهو انحطاط خلقي جعلنا نتهم لغتنا ونحط من شأنها. وكل ما يعني وهي الحصن الوحيد، وهي ربما يعني الهوية الوحيدة التي لا زالت تجمعنا والتي لا زلنا نتمسك بها. فإذا تحطم هذا الحصن فإننا قد يعني نزول من الوجود. والمحاولات كثيرة في هذه الاتجاهات من الأعداء، وكثير ممن بيننا من ينهج نهجا يؤيد فيه ما يخطط له الأعداء، كما أشار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في كلمته السابقة. أننا يجب إذا كنا نحتفل بهذا اليوم، علينا أن نسعى إلى تطوير مناهج اللغة العربية. نحن مقصرون لا شك في ذلك، يعني الذين يشتغلون في مجال تدريس اللغة العربية وفي مجال مناهجها لا شك أنهم مقصرون،
لم يطوروا اللغة مناهج التدريس ولم يطوروا طرائق التدريس، وقد نادينا أكثر من مرة في كثير من المحافل أنه على الجامعات وعلى وزارة التربية والتعليم أن تسعى جاهدة إلى تطوير مناهج اللغة العربية وأن تسعى إلى تطوير طرائق التدريس. صحيح تعقد الندوات، تقام الاحتفاليات، تشكل اللجان، ولكن النتائج التي نشاهدها لا شيء. يعني كم من لجان شكلت لتطوير مناهج اللغة العربية، كم من لجان شكلت لتطوير طرق تدريس اللغة العربية؟ ما السبب الذي جعلنا لا نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام؟ ما السبب؟ الخلل في ماذا؟ هل الخلل في الطرق التي حاولنا أن نصل إليها، أو أننا أصلاً لم نجهد أنفسنا في إيجاد هذه الطرق؟ الجواب لا شك أنه واضح، أننا لم نجهد أنفسنا ولم نحاول أن نسعى إلى الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى أن نضع مناهج جدية تستطيع أن ترفع من مستوى اللغة العربية. أن علينا إذا كنا نريد أن نطور اللغة العربية، أن علينا أن نتصل باللغات الأخرى ونبحث فيما يعني في الذي جعلهم يتقدمون. لماذا لا يكون تواصلنا مع كوريا مثلا أو مع اليابان أو مع الصين؟ هذه اللغات التي يعني كتاباتها أشبه بالعمارات، وسادت العالم الآن وسادت في بلدانها. لماذا لا نتواصل معهم ونبحث معهم ونستفيد من تجاربهم في مجال تطوير اللغة العربية؟ لا أريد أن أطيل عليكم، يعني أظن الكلام واضح. في إذا ما دمنا في هذه الوزارة، من كان لديه أي اقتراح أو كان لديه أي فكرة يريد أن يطور بها اللغة العربية، فنحن على استعداد لتقديم أي مساعدة تتعلق بذلك. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسعادة الوزير. اللجنة الوطنية للتربية والثقافة. اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، هذه اللجنة التي تضم تحت جناحيها منظمات عالية، وهي الجهة والنافذة لهذه المنظمات في ليبيا. عملها ذؤوب وجهدها يذكر فيشكر في كلمة رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور محمد حبيل، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. معالي وزير التربية والتعليم، السيد معالي وزير التربية وزير التعليم العالي، السيد رئيس جامعة طرابلس، السادة وكلاء جامعة طرابلس، السادة عمداء الكليات بجامعة طرابلس، رؤساء أقسام اللغة العربية، سيدات والسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، أبناءنا الطلاب، الضيوف الأفاضل، تحية صباحية عطرة. تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية، الذي تم اعتماده ضمن برنامج احتفالات المنظمة السنوية لمال هذه اللغة من دور وإسهام في حفظ ونشر الحضارة الإنسانية وثقافتها. وجاء في القرار أن المجلس التنفيذي يدرك ما للغة العربية من دور وإسهام في حفظ ونشر الحضارة الإنسان وثقافته، وأن هذه اللغة هي لغة 22 عضواً من الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو، وهي لغة رسمية في المنظمة، ويتحدث بها ما يزيد على 425 مليون عربي، ويحتاج إلى استعماله أكثر من 1.5 مليار من المسلمين. وكانت إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام اعتمدت قراراً في 19 من فبراير لسنة 2010 يقضي بالاحتفال بالأيام الدولية للغات الرسمية الستة بالأمم المتحدة، وحدد 18 ديسمبر
من كل سنة يوماً عالمياً للغة العربية، وهو اليوم الذي قررت فيه الجمعية العامة اعتماد العربية لغة رسمية ولغة عمل لهذا ولغة عمل لها قبل 37 عاماً. السيدات والسادة الحضور، إن للغة العربية قيمة جوهرية في حياة كل أمة، فهي الأداء التي تحمل الأفكار وتنقل المفاهيم، فتقيم بذلك روابط الاتصال بين أبناء الأمة الواحدة. واللغة هي الترسانة التي تحمي الأمة وتحفظ هويتها وكيانها ووجودها، وتحميها من الضياع والذوبان في الحضارات والأمم الأخرى. إن لغتنا العربية هي من أجمل وأرقى اللغات في العالم، فهي تتصف بالدقة والروعة والجمال، وهي هوية ولسان الأمة العربية، وهي لغة الأدب والعلم، وهي لغة الحياء بكل معانيها، وهي لغة الضاد، فمخرج هذا الحرف لم تعرفه أي لغة في العالم إلا اللغة العربية، وهي اللغة التي شاء الله عز وجل أن تكون لغة كتابه الكريم الذي خاطب به البشرية جمعاء على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وليس العرب وحدهم هم المطالبون بالحفاظ على اللغة العربية وتعلمها، وإنما المسلمون جميعاً مطالبون بتعلمها والحفاظ عليها. فاللغة العربية لغة القرآن والدين، ولا يتم فهم القرآن وتعلم هذا الدين إلا بتعلم العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. السيدات والسادة، اللغة العربية قد أفادت العديد من لغات أخرى مثل الفارسية والتركية، اللتان تزخران بالألفاظ العربية الأصل. ولو جربنا أن نقارن بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية لاكتشفنا بكل سهولة تفوق اللغة العربية عليها في الكثير من النواحي. يقول على سبيل المثال الكاتب الفرنسي أرنست رينان، وهو معروف بعدائه للإسلام والبحث عن أي شائبة أو نقيضة في الدين الإسلامي، عندما وصل إلى اللغة العربية قال أن اللغة العربية بدأت فجأة على غاية الكمال، وهذا أغرب ما وقع في تاريخ البشر، فليس لها طفولة ولا شيخوخة. كما يقول ويليام وارك أن اللغة العربية أن للعربية لينا ومرونة يمكنانها من التكيف وفقا لمقتضيات العصر. محور اليوم العالمي للغة العربية لسنة 2015 هو اللغة العربية والعلوم، ولا غرابة في ذلك. إن الهيئة الاستشارية لخطة تنمية الثقافة العربية التابعة لمنظمة اليونسكو قررت اعتماد محور العربية والعلوم للدورة 2015 لليوم العالمي للغة العربية، واختيار هذا المحور من شأنه إعادة لفت الانتباه إلى أهمية اللغة العربية والقيمة العالية التي تحظى بها على مدى التاريخ، نظراً لمكانتها في الحضارة البشرية ولإسهاماتها في التطور العلمي على مدى القرون، مضيفاً بأن الندوات التي ستخصص لموضوع اللغة العربية والعلوم سيتناول الحضور العلمي في اللغة العربية بين الأمس واليوم والغد، في مشاركة واسعة من الخبراء اللغويين
من الكتاب والباحثين والعلميين والدبلوماسيين والإعلاميين والعاملين بمنظمة اليونسكو. صاحبت بالأمس الجمعة 18 من ديسمبر بمنظمة اليونسكو فعاليات الاحتفال بمعرض يبرز مكانة اللغة العربية والعلوم عبر تاريخ الإنسانية، وذلك بمشاركة فنانين ورسامين من بلدان متنوعة ليكون نافذة عالمية من اليونسكو تعرف بدور اللغة العربية في خدمة العلوم. سيداتي والسادة، أشكركم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.